السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا طلاب الصف الرابع الابتدائي مدرسة سان جوزيف. نستكمل مع بعض مادة الدراسات الاجتماعية. عندنا الوحدة الرابعة بعنوان مظاهر الحضارة المصرية القديمة. عندنا الدرس الأول بيتكلم عن الحياة السياسية اللي هي نظام الحكم. هنتعرف مع بعض على نظام الحكم في مصر في مصر القديمة. إن تأسيس أي دولة قوية في التاريخ ينبع من قوة أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. فالدولة التي تحترم القيم والعادات والقوانين وتقيم العدل بين أفراد شعبها تستطيع أن تؤسس حضارة يتحاكي عنها التاريخ. فقد ساعد توحيد مصر على إقامة نظام الحكم إلى استقرار البلاد والحفاظ على وحدتها، بالإضافة إلى حفظ النظام واحترام القوانين. يتكون نظام الحكم في مصر من إيه؟ عندنا الفرعون اللي هو الملك، عندنا الوزير، عندنا الحكومة المركزية، عندنا حكام الأقاليم، عندنا الجيش. يعني بتتكون من خمس. تعال نتعرف مع بعض كده تاني. هنقول أول حاجة الفرعون اللي هو الملك، تاني حاجة الوزير، بعد كده الحكومة المركزية، حكام الأقاليم، الجيش. هنعرف مهام كل مرحلة من المراحل دي. أول حاجة الفرعون اللي هو الملك. اعتقد المصريون القدماء أن الفرعون هو ابن الإله على الأرض، الحاكم الفعلي الذي تتركز في يده كل السلطات. تتعدد مهام الفرعون في مصر الإيه؟ مسؤوليته إيه؟ دوره إيه؟ إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها، تحقيق العدالة بين الناس والحفاظ على حقوقهم، بناء المعابد لإقامة الشعائر الدينية. يبقى عندنا الفرعون اللي هو الملك. كانوا بيعتقدوا المصريون إن الفرعون ده ابن الإله على الأرض، وكان الحاكم الفعلي الذي تتركز في يده كل السلطات. طب عمل إيه كمان؟ مهامه إيه؟ وكانت مسؤوليته إيه؟ كان إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها، تحقيق العدالة بين الناس والحفاظ على حقوقهم، وبناء المعابد. طب كان بيبني المعابد ليه؟ لإقامة الشعائر الدينية. يبقى دلوقتي عرفنا الفرعون. الفرعون هو مين؟ قلنا اعتقد المصريون القدماء أن الفرعون هو ابن الإله على الأرض، وكان الحاكم الفعلي للبلاد. طب عمل إيه؟ مهمته إيه؟ مسؤوليته إيه؟ إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها، تحقيق العدالة بين الناس والحفاظ على حقوقهم، بناء المعابد لإقامة الشعائر الدينية. ده كان مين؟ الفرعون. طب مين بعد كده؟ عندنا الوزير. مين اللي بيعينه؟ الفرعون. ليه؟ ليساعده في إدارة شؤون البلاد وليرأس الحكومة المركزية. يبقى الوزير اللي بيعينه مين؟ الفرعون. طب مهمته ايه؟ مسؤوليته ايه؟ يساعد الفرعون في إدارة شؤون البلاد ويرأس الحكومة المركزية. يبقى الوزير بيعينه الفرعون. مهمته او مسؤوليته او دوره اللي هو بيساعد الفرعون في إدارة شؤون البلاد ويرأس الحكومة المركزية. يبقى دلوقتي عرفنا الفرعون دوره ايه؟ قلنا الفرعون اعتقد المصريون ان الفرعون هو ابن الاله على الارض، هو الحاكم الفعلي الذي تتركز في يده كل السلطات. مهمته ايه؟ مسؤوليته ادارة شؤون البلاد والدفاع عنها، تحقيق العدالة بين الناس والحفاظ على حقوقهم، بناء المعابد. قلنا ليه؟ لإقامة الشعائر الدينية. نيجي بعد كده قلنا الوزير بيعينه مين؟ الفرعون. طب مهمته ايه؟ يساعد الفرعون في إدارة شؤون البلاد ويرأس الحكومة المركزية. طب نيجي بعد كده نشوف الحكومة المركزية أهميتها ايه؟ تعاون الوزير في حكم البلاد. يبقى دلوقتي الوزير بيساعد مين؟ الفرعون. الحكومة بتساعد مين؟ بتساعد الوزير. طب تكونت من ايه؟ من رؤساء الإدارات، وكان لكل إدارة مسؤوليات معينة. أهم الإدارات في مصر كانت إيه؟ إدارة الزراعة،
إدارة الصناعة، إدارة التجارة، إدارة الزراعة، إدارة الصناعة، إدارة التجارة. دي كانت أهم الإدارات في مصر إيه؟ القديمة. يبقى الحكومة المركزية أهميتها تعاون الوزير في حكم البلاد، تتكون من رؤساء الإدارات، مثل عندنا إدارة الزراعة، إدارة الصناعة، إدارة التجارة. طب نيجي بعد كده نشوف حكام الأقاليم. حكام الأقاليم اللي هو بمعدل حاكم الأقاليم، حكام الأقاليم اللي هم المحافظين، دي اسمها حكام الأقاليم اللي هي المحافظ دلوقتي. دور المحافظ ايه بقى في أي محافظة؟ أول حاجة مراعاة شؤون الأقليم، توفير الخدمات لسكان الأقليم، حفظ الأمن بالأقليم. يبقى عندنا حكام الأقاليم مسؤوليتهم ايه او دورهم ايه؟ مراعاة شؤون الأقليم، توفير الخدمات لسكان الأقليم، حفظ الأمن بالأقليم. يبقى أول حاجة الفرعون، بعد كده الوزير، وبعد كده الحكومة المركزية، وبعد كده حكام مين؟ الأقاليم. طب خامس حاجة الجيش. طبعا أهمية الجيش في مصر القديمة، بعد توحيد البلاد اهتم الملوك بالجيش وتسليحه، وذلك لدور المهم. احنا طبعا عارفين دور الجيش وأهميته، ليه؟ قلنا الدفاع والحفاظ على وحدة وأمن استقرار البلاد، الدفاع عنها ضد المعتدين. مش احنا قلنا لو إقامة أي دولة والحفاظ على استقرارها وأمنها وحمايتها لازم يكون فيها جيش ايه؟ جيش قوي. برافو. يبقى قلنا عند كده يبقى يتكون نظام الحكم في مصر من ايه؟ قلنا الفرعون، الوزير، الحكومة المركزية، حكام الأقاليم، الجيش. طب كل واحد ليه مهام وكل واحد ليه دور. قلنا اول حاجة الفرعون، قلنا الفرعون دوره ايه؟ الفرعون كان المصريين بيعتقد ان هو ابن الاله وهو الحاكم الفعلي للبلاد. دوره ايه؟ إدارة شؤون البلاد و تحقيق العدالة بين الناس والحفاظ على حقوقهم، بناء المعابد. طب نيجي بعد كده نشوف الوزير، مين اللي بيعينه؟ الفرعون. طب بيهمه ايه او دوره ايه؟ مسؤوليته ايه؟ يساعد الفرعون في ادارة شؤون البلاد، يرأس الحكومة المركزية. طب نيجي بعد كده نشوف الحكومة المركزية، دي مهمها ايه؟ مساعدة الوزير في حكم البلاد. طب بتتكون من ايه؟ بتتكون من رؤساء الادارات. طب احنا عندنا كم ادارة في مصر؟ عندنا 3، ادارة الزراعة، ادارة الصناعة، ادارة التجارة. طب نيجي بعد كده رقم 4، حكام الاقاليم. حاكم الاقليم قلنا اللي هو المحافظ دلوقتي، طب دوره ايه؟ مراعاة شؤون الاقليم، توفير الخدمات للسكان، حفظ الامن بالاقليم. رقم 5 قلنا الجيش، دور الجيش في مصر ايه؟ دور الجيش حماية البلاد والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، الدفاع عنها ضد المعتدين. أهم الملوك الذي اهتموا بالجيش عندنا الملك أحمس، عندنا الملك تحتمس الثالث، عندنا الملك رمسيس الثاني. برافو. طب نيجي بعد كده أهم الأسلحة اللي استخدمها الجيش المصري، الجيش في المصريين القدماء قديما، الخنجر، السيوف، السهام، الفأس وغيرها، يعني في حاجات كتير. يبقى عندنا الخنجر والسيوف والسهام والفأس، دي أهم الأسلحة اللي استخدمها الجيش قديما. طب يعني إيه حكومة مركزية؟ قلنا مجموعة من الإدارات في مصر القديمة تعاون الوزير في حكم البلاد. طب حاكم الأقليم قلنا منصب من الدولة القديمة ويطلق عليه حاليا هو إيه؟ المحافظ. طب نيجي بعد كده نشوف أهم الأسئلة على الدرس. أول حاجة بيقول لك الوزير هو الحاكم الفعلي الذي تتركز في يده كل السلطات. احنا قلنا الوزير هو ده الحاكم الفعلي، ولا قلنا مين؟ الفرعون. برافو. يعني دي الإجابة إيه؟ خطأ. يبقى الوزير هو الحاكم الفعلي الذي يتركز في يده كل السلطات، هنقول خطأ، اللي هو الفرعون. من أهم الملوك الذي اهتموا بالجيش قلنا مين؟ أحمس وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني. صح ولا خطأ؟ قلنا صح. طب كان الوزير يعين الملك لإدارة شؤون البلاد، هو الوزير اللي بيعين الملك ولا الملك هو اللي بيعين الوزير؟
يبقى الإجابة إيه؟ إجابة خطأ. هي كان الوزير يعين الملك لشؤون البلاد، خطأ، هو كان الفرعون هو اللي بيعين الوزير عشان يساعده. طب ساعد نظام الحكم في مصر القديمة على استقرار البلاد والحفاظ على وحدتها، صح. يقوم الجيش بحماية البلاد والحفاظ على وحدتها، صح. من مهام الحكومة المركزية معاونة الوزير في حكم البلاد، مش احنا قلنا الحكومة المركزية بتساعد الوزير وقلنا الوزير بيساعد الفرعون، تبقى الإجابة ايه؟ صح. اعتقد المصريون القدماء أن حاكم الأقليم ابن الإله على الأرض، طبعا ايه؟ خطأ، لأن كانوا معتقدين مين؟ الفرعون. طب من مسؤوليات الفرعون توفير احتياجات وخدمات سكان لكل اقليم، لا ده مش دوره، ده دور مين؟ حكام الاقاليم، برافو. يبقى الاجابه ايه؟ خطا. لم يهتم المصريين القدماء بوجود جيش قوي لحمايه البلاد، لا اهتموا، احنا قلنا من اهم الملوك اللي اهتموا قلنا احمس وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني، تبقى الاجابه ايه؟ خطا. تكونت الحكومه المركزيه قديما من رؤساء الادارات، صح. احنا قلنا الحكومة المركزية عبارة عن مجموعة من ايه؟ ادارات، زي الادارة الزراعية والادارة الصناعية والادارة ايه؟ ادارة التجارة. طب يقابل منصب حاكم الاقليم حديثا منصب المحافظ قديما، ها، يقابل منصب حاكم الاقليم حديثا منصب المحافظ قديما. هو مش حاكم الاقليم ده كان ايه؟ كان قديما مش حديثا، انما المحافظ هو اللي حديثا، معنى كده ان هو لخبط، ان هو ايه؟ بيلخبطني. حاكم الاقليم ده كان قديما، منصب المحافظ ده ايه؟ حديثا، برافو. يبقى دي الاجابه خطا. طب بعد توحيد البلاد اهتم الملوك بايه؟ بعد توحيد البلاد اهتم الملوك بايه وتسليحه؟ الجيش، برافو. يبقى بعد توحيد البلاد اهتم الملوك بالجيش وتسليحه. يقابل منصب حاكم الاقليم قديما منصب ايه؟ المحافظ حاليا. من اسلحة الجيش ايه؟ الخنجر والسيوف والسهام. يعتبر ايه هو الحاكم الفعلي للبلاد الذي تتركز في يد كل السلطات؟ الفرعون، برافو. من مهام الوزير في مصر القديمة ان يرأس ايه؟ الوزير بيرأس ايه؟ الحكومة المركزية، برافو. طب ادارة الصناعة في مصر قديما يقابلها ايه؟ حديثا إدارة الزراعة هي وزارة الزراعة حاليا، إدارة الصناعة هي وزارة الصناعة حاليا، إدارة التجارة هي وزارة التجارة. دي يعني لما يقول لك إدارة الصناعة في مصر قديما يقابلها حاليا إيه؟ هتقول لي وزارة الصناعة. طب نيجي بعد كده بناء المعابد لإقامة الشعائر الدينية من واجبات إيه؟ الفرعون، برافو. طب نيجي بعد كده إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها قلنا من مهام الفرعون. طب من أسلحة الجيش قديما قلنا السيوف والسهام والفأس والخنجر، برافو. طب قلنا بعد كده أطلق المصريون قديما على إيه؟ ابن الإله على الأرض. إحنا قلنا مين اللي اعتقدوا إن هو ابن الإله على الأرض؟ الفرعون، برافو. طب إدارة التجارة قديما تقابلها حاليا وزارة ايه؟ مش احنا قلنا إدارة الزراعة تبقى وزارة الزراعة وإدارة الصناعة تبقى وزارة الصناعة، يبقى إدارة التجارة وزارة ايه؟ التجارة، برافو. طب لمن تنسب الأعمال دي؟ مين اللي بيقوم بالحاجات دي؟ رئيس الحكومة المركزية، ويقوم الفرعون بتعيين لمساعدته في إدارة شؤون البلاد. الوزير، يبقى الوزير مين اللي بيعينه؟ الفرعون بيعينه ليه؟ ان هو يساعده في اداره شؤون البلاد. الحاكم الفعلي للبلاد وتتركز في يدي كل السلطات في مصر القديمه، الفرعون. المسؤول عن اداره شؤون الاقليم وحفظ الامن داخله، حاكم الاقليم، برافو. رؤساء الادارات ولكل منا مسؤوليات معينه داخل ادارته، اسمها ايه؟ الحكومه المركزيه. وظيفتي الدفاع عن البلاد وحماية أمنها واستقرارها، ها، الجيش. هو مين اللي بيحافظ على البلاد ويحافظ على وحدته واستقراره؟ مين؟ الجيش. أطلق علي المصر القديم ابن الإله على الأرض، مين اللي أطلقوا عليه اسم الإله في الأرض؟ ها، الفرعون، برافو. طب نيجي بعد كده
قلنا إدارة الصناعة في مصر قديما يقابلها إيه حاليا؟ وزارة الصناعة. طب إدارة الزراعة بيقابلها إيه حاليا؟ قلنا ها بيقابلها إيه؟ قلنا وزارة الزراعة. طب قلنا بعد كده إن إحنا عندنا يتكون نظام الحكم من إيه؟ قلنا عندنا الفرعون، قلنا الوزير، الحكومة المركزية، حكام الأقاليم والجيش. كل منهم لهم مسؤولية وليه دور مهم لازم نعرفوه كويس ونفرقه ما بينهم. يعني الفرعون ليه دور، الوزير ليه دور، الحكومة المركزية لها دور، وحكام الأقاليم لهم دور، والجيش لهم دور. قلنا الفرعون دوره إيه؟ قلنا إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها، تحقيق العدالة بين الناس والحفاظ على حقوقهم، قلنا بناء المعابد. طب قلنا الوزير دوره إيه؟ قلنا الوزير دوره ان هو يساعد الفرعون في إدارة شؤون البلاد وبيرأس الحكومة المركزية. طب قلنا الحكومة المركزية أهميتها إيه؟ تعاون الوزير في حكم البلاد، وتكونت من رؤساء الإدارات، ولكل إدارة مسؤوليات معينة. زي أهم الإدارات في مصر قلنا عندنا إدارة الزراعة، وده بيقابلها إيه؟ وزارة الزراعة. إدارة الصناعة ويقابلها حاليا وزارة الصناعة. إدارة التجارة ويقابلها حاليا وزارة التجارة. قلنا بعد كده حكام الأقاليم، ده منصب اللي هو قديما اسمه حاكم إقليم، ودلوقتي حديثا اسمه المحافظ، اللي هو حاكم المحافظة اللي هو المحافظ. طب دوره ايه ومهمته ايه؟ قلنا مراعاة شؤون الاقليم، توفير الخدمات لسكان الاقليم، حفظ الامن بالاقليم. قلنا بعد كده الجيش، قلنا اهميته ايه؟ توحيد البلاد، اهتم الملوك بالجيش وتسليحه، وذلك لدوره في حماية البلاد والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرار والدفاع عنها ضد أي معتدي. قلنا من أهم الملوك الذي اهتموا بالجيش قلنا أحمس وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني.